الطماطيش اخويا غلات لانه كاين هنا السوق من على حساب كاين لومبالاج من برا وكاين هنا في الطياب ما كاينش الطماطيش الطياب قليل وحتى الطماطيش قليله في اكادير الاسباب ديال هذا الشيء ديال لي لونغري والدواء ما خلوش الفلاحه يديروا منتج بكثره وداك الشيء علاش الطماطيش غاليه وكاين دخلات هذه الليالي هذه شويه قاصحه بزاف في البرد خلات الطماطيش ديما تبقى تياب قليل تيساعد العوامل تساهم في الارتفاع ديالها. عامل اخر ديال النقل بالنسبه لارتفاع اسعار المحروقات راه تيساهموا بشكل كبير واحد 90% من الغلاء حتى هو راه دابا الترونسبور تيدي منا حنا 12 درهم في الصندوق هذا الترونسبور النقل من مدينة مراكش تيدي 12 درهم زيد على هذا حتى لهاد 10 اللي تنخلصوا هنايا 10 الكوميسيون تنسميو هنايا راه تنخلصوا 7% هنايا راه تقريبا الكامل تنخلصوا عليه 3000 درهم حتى 4000 درهم على حسب الحجم ديالو هادو راه عوامل عاملا اساسيا حتى هما في هذا الغلاء هذا. الصندوق ديال البلاستيك دابا ديال 180 درهم من 150 حتى 180 على حسب شنو بغيتي حيت ما تشاف فيها الانواع ديال العود كاينه من 100 حتى 120 درهم كاينه ديال البلاد ديال الوالديه وديال اكادير. المستهلك في هذا الاسبوع هذا يقدر ياخذها بين 8 درهم حتى 10 درهم يا لا 8 درهم راه شي حاجه جوده ثاني ماشي و10 درهم راه قليله تكون قليله لانه تتخرج من عندنا حنا ب6 درهم من هنايا من سوق الجمله. كاين ديال البلاد هاد النواحي نتاع مراكش وكاين ديال اكادير. اكادير هو اللي طابع للسوق هو اللي موجود ست اكادير هي الكثيره ديال البلاد قليله شويه والوالديات فقدات تقريبا بعد 95% دابا التصدير هنا هذا الشيء في البيوت البلاستيكيه في اكادير ما عندهمش الامطار ماشي عامل من العوامل اللي خلاها ترتفع ولكن كاين ملي تيكون التصدير بكثره صافي الماطيشه تتغلى وزيد على هذا الشهر شهر واحد داز شويه بارد ما تيخليش الماطيشه تطيب حنا تنعرفوا الجدر تيتحبس شويه ما تبقاش الماطيشه غاديه طالعه مزيان لا ما غاديش يبقى مستمر. دابا الماطيشه بحال هذا الاسبوع كانت تبدو في الثمن وعندك يمكن تقريبا الاسبوع الاول في شهر جوج ان شاء الله يقدر يكون انخفاض لا بدا يسخن شويه الجو عادي تنخفض الماطيش. الزبناء مع كثره الثمن الارتفاع تيكون كي تنقولوا حنا بلغه السوق الزان قليل شويه ما تيكونش هذاك الرواج كبير تيكون داك الشيء قليل بزاف اللي تتهز في السوق لانه حتى كون كان كي تنقولوا الماطيشه تتهز وتتكال بزاف يكون ثمن كبير بزاف ولكن البرد ساهم في قله المنتوج وساهم حتى في قله الرواج.